السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشر الكتب على منصة أمازون، وتحديدا بتكلم معكم في هذا الفيديو عن نيو ريليسز أو الإصدارات الجديدة في تصنيف Children's Activities, Crafts and Games Books. وزي ما شايفين على الشمال الكتب اللي هي كتب الأنشطة Crafts and Games بيندرج تحتها أربع تصنيفات. أنا عايز التصنيف الأول اللي هو كتب الأنشطة. كتب الأنشطة في حد ذاتها بيندرج تحتها 1 2 3 4 5 6، ست تصنيفات بتندرج تحت كتب الأنشطة. أنا أعرف منين في الوقت الحالي اللي أنا بتكلم فيه أي نوع من هذه الأنواع هو اللي بيبيع كويس؟ يعني هل مثلا الميزز بتبيع حاليا كويس؟ هل الدايرز؟ هل دوت تو دوت هيدن بيكتشرز؟ ولا كات اند اسمبل؟ ولا كالورينج بوكس؟ ده اللي احنا هنعرفه في هذا الفيديو. تعالوا نشوف المقدمة ونبدأ على طول. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت. يلا نبدأ نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لو جيت هنا، تعالوا بقى كده أبدأ معاكم من تحت لفوق. لو جيت على ميزز وفتحت هذا السكشن في صفحة منفصلة، هنا بمجرد ان انا بس انظر بعناية من خلال هذا التصنيف، طبعا تعرفين علشان هذه المعلومات تظهر لي لازم يكون عندي الامداد اللي احنا اتكلمنا طبعا عنه قبل كده، اللي هو اسمه DS Amazon Quick View Extended، وده اللي بيبين لي طبعا التفاصيل. بمجرد ان انا القي نظرة بس كده على طول بعناية هشوف الارقام دي. الارقام طالما اكتر من 100,000 اعرف على طول ان ده تقريبا ما بيبيعش خالص. فانتوا زي ما انتم شايفين طبعا الارقام هنا كلها عالية جدا، يعني يمكن هنا اول كتاب فوق 100,000. اروح على التصنيف الاخر اللي اسمه Hidden Picture، اعمل نفس الشيء بمجرد ان انا انظر للمعلومات الموجودة تحت اي كتاب. الاول 113 والاخيرة تلاقيه بالمليون، بقى اهو 2,160,052. اروح للدوت تو دوت. في الدوت دوت في تقريبا اهو خمس كتب جديدة، اولها بادئ ب 113,000 اخرها مقرب على 3 مليون. دايرز في الدايرز بقى هنا لقيت ان الكتاب رقم واحد هو ده اللي بيبيع، اهتم بقى بيه وابص عليه لان ده تصنيفه حلو. اجي هنا بقى افتح هذا الكتاب واشوف هو ليه هو الوحيد اللي بيبيع، التاريخ تاريخ الاصدار ايه. طبعا الكتاب ده 28 جولاي 2020، يعني من كام يوم فقط لا غير. اسمه ايه؟ اسمه كيدز جراتيتيود جورنال. يبقى ده من الاشياء اللي انا ابص عليها. طبعا انتم عارفين ان احنا دائما بنهتم بالفكره، فكره الجراتيتيود جورنال، هذا النيش اللي اتكلمنا كتير عنه حقيقة في هذه القناه. طبعا الفكرة يعني ما فيش ابسط من كده، سهلة جدا تقدر تطبقها على اي برنامج من البرامج اللي احنا دايما بنتكلم عنها. المعلومات بسيطة جدا، طبعا احنا لا نقلد ابدا ولا اي شيء، لكن بناخد افكار. طبعا خدوا بالكم هنا اللي عامل الشغل ده كله ان الغلاف يعتبر يعني جذاب، شكله حلو مش وحش ابدا، فهو ده اللي يمكن فارق معاه وهو ده اللي خلاه يبيع. 28 جولاي 2020، ابص على العنوان الاقي ان مفيش غلطة، الحروف الاولى كابيتال، فور صح كده، تو الكلمات غير الاساسية بتكون بحروف سمول. عامل الديسكريبشن بتاعه، يمكن الديسكريبشن مش قد كده، كان المفروض يعني يرتبه يبقى كده منمق وعبارة عن مجموعة نقاط كان هيبقى احلى، لكن الشاهد من الكلام ان هذا الكتاب بيبيع 29,000، مش وحش ابدا. حاجة تانية ممكن اعملها، اجي على الاسم هنا واضغط على search results، هي دي، اشوف بقى هل الشخص ده عنده مجموعة اخرى من الكتب ولا لا. عنده مجموعة من الكتب، يمكن هو ده اولها اهو. ده ما بيبقاش خالص، ده جديد، ده غالبا ما بقاش اي حاجة، ده 5 اغسطس، ده النهاردة يعني ما لحقش. لكن الغلاف لونه اسود غريب شوية. هنا بقى عندك طبعا هو هنا عمل للجراتيتيود ليه؟ السبب شوفوا هنا هو جراتيتيود جورنال ليه؟ لان طبعا هو ما صدق ان هذا الكتاب ده كتابه اهو، ان الكتاب ده يبيع وده برضو جراتيتيود، فما صدق، مسك في الفكرة وقال خلاص انا هشبط فيها واعمل كتب عن نفس النيش واشتغل على جراتيتيود جورنال. فهو هتلاقوه في الفترة اللي جاية هيركز جدا على هذه الفكرة. عنده مجموعة كتب، يمكن ما فيش هو ده اللي بيبيع. لا والله عنده كتاب تاني بيبيع اهو 57,000. لا ده كمان ايه ده، واخد بيست سيلر. هل ده جراتيتيود بر؟ برضو نفس الفكرة جراتيتيود، فهو مركز قوي في موضوع الجراتيتيود. انا لو فتحت الكتاب ده، تعالوا كده نبص على محتواه من الداخل،
هل يعني في حاجة جبارة، فكرة احنا مثلا ما نعرفهاش. ده الكتاب من الداخل يعني ما فيهوش اي شيء يعني جبار، افكار عادية خالص تتعامل بكل بساطة على كانفا وعلى الاشياء اللي احنا بنستخدمها. المصادر بتاعتنا ممكن تجيب لنا نفس الاشكال دي، يعني لو قلنا مثلا عندنا كريتيف فابريكا اللي احنا دايما بنستخدمه، عندنا ممكن نصل الى هذه الاشكال. يبقى احنا كده في الدايرز لقينا الكتاب ده اللي هو Gratitude Journal، ده بيبيع كويس. هنا بالنسبة لCut and Assemble ايضا الكتاب الاول فقط لا غير، لكن الكتب التانية كلها الرانك عالي جدا، فهذا هو فقط الكتاب اللي بيبيع، افتحه وبص عليه. طبعا هي فكرته علشان بيتكلم عن كالرينج بوك وفي نفس الوقت ميرميد، فانتوا عارفين ان الميرميد من الاشياء هي واليونيكورن اللي بتبيع كويس جدا. حاليا بقى فكرة المونستر والديناصورات كل الحاجات دي شغالة كويس. اما بقى التصنيف رقم واحد اللي هو الكالرينج بوك، هو ده اللي هتلاقيه شغال بشكل رهيب جدا. هنا التصنيفات لحد رقم 30 هتلاقوه تحت 100,000، فشوفوا كده انا اعرف ان من الكتب الجديدة اللي هي النيو ريليسز اللي شغال كويس هو كتب التلوين اللي هو Children's Coloring Books، هي دي اللي شغالة اول 30 كتاب من ايه، من كتب جديدة اصدارات جديدة، هي دي اللي شغالة كويس. ابص عليها الشباب اللي ساعات يسألوني طب انا اعرف منين ايه اللي بيبيع وايه اللي ما بيبيعش، هي دي الطريقة اللي تتبعها، تيجي هنا وتفند هذه التصنيفات وتعرف ايه اللي بيبيع وايه اللي ما بيبيعش من خلال هذه الفكرة. طبعا لو ما عندكش هذا الامداد اللي انا اتكلمت عنه في اول الفيديو، انت ممكن بقى تنظر الى التصنيفات بشكل يدوي، بس دي هتاخد بوقت منك شوية، هتكون متعبة، لكن هتعرف في النهاية نفس النتيجة. دي كانت الفكرة، 30 كتاب هم دول اللي بيبيعوا. طبعا انا هنا فرحان بالكتاب رقم 36 109,000، يعني ما بيبيعش بالدرجة، لكن شوفوا عنوان الكتاب ايه، Islamic Beginnings، فالحمد لله ان انا الاقي كتاب عن الاسلام بينافس. لكن هذا الكتاب للأسف هو هارد كوفر بس، يعني حتى هو صاحب هذا الكتاب هو امازون سيلر، ما هواش واحد حاطط كتابه كبيبر باك. عايز ابص على هذا الكتاب رقم 32، في حاجة كده عايز اوريها لكم. هذا الكتاب تم اصداره يوم 26 شهر يوليو الشهر اللي فات، تصنيفه هنا 105، ما بيبيعش بالدرجة. لكن عايز افرجكم على حاجة، هاجي هنا على اسم الناشر واضغط على سيرش ريزلتس، هنا هلاقي مجموعة الكتب بتاعته بالتصنيف. طبعا الشباب اللي بيسمعوني لأول مرة، الشكل ده علشان يظهر لك كده، ده بإمداد مجاني اسمه أمالايز، ده اسم الإمداد أمالايز، هو اللي فوق ده على الشمال، هتلاقي موجود على الكروم اكستنشنز مجاني، تنزله ويدي لك تقريبا نفس التفاصيل اللي هنا، لكن دعيبه ما بيبانش إلا في التصنيف بهذا الشكل مش بالصفحات السابقة. هنا اللي انا عايز اقوله بقى ان هذا الناشر اللي هو اسمه كوابو، هو اسمه كده كوابو KWABU، هنا الراجل ده يعني ما شاء الله عليه، يعني هو بقى ايه مبخت. عندكم هنا مثلا الكتاب ده 82,000، انزل تحت هتلاقي هنا 40,000، 54,000، 105، يعني ارتفع شوية، ده بقى ما وقع منه، ده ما بيبيعش خالص، وده ما باعش حاجة خالص، عشان كده ما فيش اي تصنيف. اللي انا طبعا عايز اقوله كالعادة ان اهو بيشتغل بيجتهد، في حاجات شغالة معاه كويس، في حاجات ما بتبيعش خالص، في تصنيف عالي جدا، فانت وطبعا ده رزق انت وحظك، لكن انت تجتهد وتعمل اللي عليك. عشان كده هو هنا عنده كتاب ده بيبيع كويس جدا، ده 40,000 وده 54,000. انا لو جيت بصيت على اي من هذه الكتب وليكن هذا الكتاب اللي هو عمله 1 أغسطس، يعني من 4 ايام، هلاقي ان طبعا الغلاف وده موجود، هو بيكرر الاستراتيجية في كل كتبه، العنوان في النص ومن فوق وتحت مجموعة من الصور اللي موجودة. لاحظوا عدد الصفحات 60، اظن بيسيب صفحة فاضية، فتقريبا هي يخلصوا على 30 رسم. طبعا الابعاد بتاعته زي ما انتم شايفين 8.5 × 8.5، علشان كده طلع بهذا الشكل 8.5 × 8.5. هنا الوصف بتاعه انا شايفه كويس جدا، فدي من الحاجات اللي تحسب له، العنوان ما فيهوش اي اخطاء،
عامله بشكل كويس، كان ممكن يخلي هنا الاف سمول، الاي ممكن تبقى سمول. الكلمات غير الاساسيه الحروف الاولى المفروض تبقى سمول، اما الكلمات الاساسيه فالحروف الاولى كلها بتبقى كابيتال. طبعا زي ما انتم شايفين الكتاب عن كالرينج بوك جيرلز، هو كده مسميه كده، في كتب اخرى جاء عندها وكتب كالرينج بوك بويز، فهو مركز على هذه الفكره. جمع بقى الافكار كلها مع بعضها، يونيكورن على ميرميد على فلاور على صن، على يعني جمع كل حاجة على بعضها. عدد الرسومات كام؟ بصوا هنا 25 فقط لا غير. لا مش كتير خالص، انت لو عملتهم عند رسام الستريتور على موقع زي خمسات او فايفر مش هيكلفوك كتير، لكن طبعا هيكونوا مكلفين لو قارنا يعني بحاجة زي كرياتيف فابريكا لو احنا مشتركين. وانا دايما بنصحكم ان انتم يا شباب تشتركوا في كرياتيف فابريكا، وطبعا هتلاقوا الرابط موجود تحت في صندوق الوصف. كتير منكم انا عارف ان هم يعني اشتركوا وحابين الكرياتيف فابريكا وحابين الشغل اللي موجود فيها. انت هنا ممكن تلاقي صور للتلوين، صور كتيره جدا هي هتلاقيها. ايضا انا شخصيا المصدر التاني بتاعي اللي انا دايما بكلمكم عنه هو ده، الصور بقى اللي بتباع بشكل منفصل دي بتكون من خلال يعني مجموعه من الرسامين، مش بقى على كرياتيف فابريكا ولا حتى على فايفر او خمسات، دول بيكونوا من خلال منصة وري بلس، وانا بما اني افليت معاهم فانا بحط لكم الاشياء دي. انا الناس دي اعرفهم بقالي فترة حياة طويلة واعرف شغلهم كويس وعارف الجودة بتاعتهم. بالاضافة الى بصراحة لا اخفيكم سرا ان انا بيبقى عندي ناس بيرسموا لي، في ناس من مصر في ناس من بلاد اخرى، فدي الطريقة بتاعتي انا شخصيا. التالت طرق، انت ممكن كبداية ليك تبدأ وتركز على واحدة من الاثنين، بدأت تشتغل ادخل على الثانية وهكذا. طبعا هتلاقوا جميع الروابط كالعادة في صندوق الوصف، وانتوا خلاص عرفتم بقى ان كل ده موجود على الويب سايت الخاص بيا محمدانصاري.com. اخر حاجة اقولها، لو انت مبتدئ ادخل على هذا اللينك اللي برضه هسيبه لك اللي هو محمدانصاري.com/kindle-step-by-step، هنا تلاقيني مرتب لك الافكار واعمل لك مقدمه وحاطط لك الفيديوهات كلها بطريقه يعني مرتبه ومنمقه لو انت مبتدئ. عندك ايضا هناك الكورس المجاني اللي انا بديه لكم كبدايه للشباب اللي لسه ما يقدروش يشتروا الكورس المدفوع، هنا عندي هذا الكورس كبدايه، تعرف من خلال هذا الميني كورس تعرف يعني ايه كتب ذات محتوى قليل وهل في ارباح ولا لا، او بفرجكم على مجموعه اشياء فيما بعد ربنا يكرمك وتقدر تشترك في الكورس الكبير. وايضا حتى في هذه النقطه انا بشجعكم ان انتم تشتروا كيد سباي او ببلشر روكت، وانا بعد شرائكم لان انا افليت معاهم بيدوني كريدت انا بديكم الكورس المدفوع بديه لكم مجانا. بحاول بقدر المستطاع وبالطرق اللي انا اقدر عليها ان انا اساعدكم واساندكم. مش كل حاجه يا شباب في الدنيا هتكون مجانيه، في حاجات مجانيه وفي حاجات لازم تستثمر فيها ولازم تشتغل ولازم تجتهد وتستثمر وتدفع علشان تبدأ تشتغل، لان ده مشروع زي اي مشروع. ده كلامي دايما اللي بقوله لكم. طبعا في النهاية بقول لكم ما تنسوش تشتركوا معنا في صفحتنا على الفيسبوك، صفحة كندل لنشر الكتب. احنا عندنا دلوقتي عدد يمكن فوق 5000، الحمد لله كتير منهم بيتفاعل، ويعني ولو اي حد عنده سؤال بيكتبه واللي بيقدر يرد طبعا بيرد عليه. وزي ما انتم شايفين انا بحاول انوع معاكم يعني في الفيديوهات، مش بس بيكون كندل، لكن انا بتكلم من وقت للتاني عن موضوعات اخرى متنوعة، الافليت ماركتينج، بتكلم عن الربح بشكل عام من الانترنت زي هذا الفيديو، بتكلم معاكم عن كندل، بتكلم عن اتسي، بتكلم عن الافليت ماركتينج، كورسات مجانية، مشاريع اونلاين، ميرش باي امازون، برينت اون ديماند بشكل عام. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. شكرا لكم، ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعن يعن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.